صينيه فراخ خفيفه خالص بالليمون والزعتر، وحط لها برضو بطاطس وظبطها من تحت عشان اللي ياخد حته من دي يكمل بالخضار اللي تحتيها. انا عندي فرخه مقطعاها 8 قطع، طبعا سهله 8 قطع، خلي الراجل يقطعها لك مش مشكله. عندي هنا بطاطس، بصل، طماطم، روزماري طبعا ناشف او طازه زي ما انت عايزه يعني سعره عادي خالص، وتوم، ده الرئيسي معانا التوم، والليمون الرئيسي معانا التوم والليمون. هنعمل ايه؟ نقول بسم الله. انا بسخن طاستين، طاسه للبطاطس وطاسه للايه؟ للفرخه. بص كان عندنا عصير ليمون ادي عشان الخلطه بقى اللي هعملها اللي هنا، وبشر ليمون، بشر اللي بره خالص الرفيعه دي، وتوم هنا بقى ناخد الرئيسي، ها يبقى كده ايه ده الرئيسي، روزماري ناشف او اخضر الموجود عندك، ده بقى هيديك طعم جديد جدا للفرخه، والبطاطس اللي تحتيها تمام. بص بقى كده هحط لها ملح وفلفل وكمون، ملح وفلفل وكمون، الكمون هنا حلو قوي. انا كده ايه، بص الليمون حط بتاع عصير ليمونتين، حط بتاع ايه عصير ليمونتين كده عصرناهم، وبشر ليمونه واحده القشره الصفراء اللي عليها، والروزماري، وقول لي ده كده تمام كده كده. انا دوبت التوابل مع الثوم مع الروزماري مع الليمون وبشر الليمون، هنزل بقى فيه الفراخ كده، وزي ما قلت لكم حلوه قوي ان اسيبها بايته ليله. تاني يوم بقى اروح حاطه هنا شويه زيت، ودي الفراخ دي صدمه كده عليها يعني، دي تسيبيها لتاني يوم. بسم الله الرحمن الرحيم، لكل تتبيلتها كده. بصوا هنا بقى عندي طماطم وبطاطس، طبعا احنا بنحب الاكله متكامله يعني، هحط هنا بصل كده في الارضيه، عليها بطاطس، ممكن البطاطس دي اخدها على النار وممكن لا، فانا مش هحطها على النار، انا هخليها نايب ني كده واخد عليها الفراخ. البطاطس دي مش تبقى حمرا، مش صينيه بطاطس يعني، هتبقى يعني انا حاطه فيها طماطم قليله. انا هبدا بس ايه اقلب الفراخ، هنعمل فرخه حمرا، هعمل لكم فرخه حمرا. بصوا كده انا ايه بنزل طبعا الليمون، نزل صوص كمان مع الفرخه، هاخدها بقى احطها هنا على البطاطس واروح مدخلها الفرن تكمل سوا بكل الصوص بتاعها، بس اقلبها كده عشان ايه تاخد الجلد بتاعها ياخد الوش كده، وهنزل كل الصوص على البطاطس وادخلها الفرن تعيش مع نفسها، الفرخه تتشوي من فوق البطاطس والبطاطس تستوي مع حبه الايه التوابل الحلوين دول اللي هو فيهم الثوم والتوابل كلها. طبعا توابلنا قليله جدا، هي مجرد الزعتر، توابلنا العاديه خالص دي، الزعتر بس اللي زياده، اكتر من كده مفيش يعني، ما غيرتلكوش حاجه في تاريخنا خالص،